هات الشاي وتعال. حبايبنا تالتة ثانوي، ايه الاخبار؟ جه الوقت بتاع نهاية الرحلة، بعد رحلة طويلة كان كلها تعب ومجهود كبير جدا، ولازم النهاية يبقى احنا فيها على اعلى درجة من التركيز والاستعداد، عشان ده الفينش بتاعنا اللي من خلاله نقدر ان شاء الله نوصل كلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها. حابب اقولك ان ليالي الامتحان بالكامل هكون معاك فيها ان شاء الله تعالى على قناتنا في الماركتنج انجلش على اليوتيوب، بنظام محترم جدا وجدول حضرتك هتلاقيه عندك دلوقتي موجود بكل تفاصيله، ما بين ان احنا هنشرح الكلمات والجرامر ونحل عدد اسئله مهول جدا، وكمان هنهتم بالرايتنج سكيلز وبالقصه، ومش هنسيبك عشان هيكون فيه لايف مهم جدا نعمل فيه محاكاه للورقه الامتحانيه ليله الامتحان ان شاء الله تعالى. كل ده بشكل عام، لكن التفاصيل بقى تعالى اقولها لك دلوقتي. عارفك محتار الفترة دي ما بين كل الكتب والورق كتير اللي هتلاقيه موجود عندك على المكتب، سيبك بقى من كل ده وتعالى اقول لك الحل فين. ايوه بالظبط كده، بس مش الشاي لوحده، محتاج كمان ان حضرتك في الليلة الاولى هيبقى عندك فيديو فيه اكتر من 2000 فكرة بيناقش فيه كل جزئيات الكلمات والجرامر على ال 12 يونت. مش بس كده، هيبقى عندك جوه ال 2000 فكرة دول حوالي 300 فكرة كده اسئلة متحررة من بره المنهج، وكمان اسئلة تراكمية عشان الانجليش مش منهج بس زي ما كنت قلت لك. يعني الليله الاولى مع كوبايه الشاي دي هتلم كل الجرامر وكل الكلمات في جيبك. انا بحب الاهلي، حتى اسالوا ميرا. بالظبط كده، بس ده مش هينفعك دلوقتي. عارف ايه اللي هينفعك؟ زي ما قلت لك كده بالظبط، الحل بقى هيبقى في ليله الامتحان الثانيه، ودي اللي هتناقش كل المهارات والتريكات، بس المره دي مش مهارات لعيبه الاهلي ولا مهارات اي حاجه ليها علاقه بالكوره. المره دي كل المهارات اللي عندنا في الامتحان من تراجم او قطع او ازاي تكتب باراجراف او حتى تكتب مقال، كل ده هنناقشه في فيديو مبسط جدا 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 يخليك تخرج منه وانت ان شاء الله متمكن من كل المهارات. عشان كده اوعى يفوتك. كان يا مكان كان عندنا ولد صغير اسمه بيب. تفكرني بقى جاي احكي لك القصه نايمك؟ لا يا حلو، مش هنعمل كده. انا جاي اقول لك ان احنا ان شاء الله تعالى هنحكي لك القصه بشكل جديد خالص، من خلال فيديو مهم لتحليل الشخصيات واهم الاسئله اللي ممكن تجي لك على القصه في الامتحان، عشان بالشكل ده يبقى الليله الثالثه وفيديو قصه مخليين لك القصه بتاعت Great Expectations تبقى في جيبك ان شاء الله. تمام يا مستر، جاهزين؟ جاهزين، بس انا مش هبدا من الجنه. ايوه هي دي كوبايه الشاي بتاعتك بقى، والبقسماط بتاعك كده يا نجم، ويلا بينا عشان احنا مع بعض لحد ما حضرتك تبقى داخل مطمن من الانجليش.